ابريفيشن الاي او تي في البرزنتيشن هذه اسهل. اوكي الحين الفيرم اوكي عندنا احنا مثلا في الاي او تي ثريت تحدي الاي او تي عندنا الفيرم وير بالبلب هذا كان بي هاك تو بروفايد اكسس تو هوم واي فاي. الحين في اللمبات اللي تشتريها من السوق بعض اللمبات هي سمارت مثلا ممكن تصفق مثلا تشتعل او تطفي بالتصفيق او انه ممكن تشتعل او تطفي باوقات معينه من اليوم لتوفير الطاقه. هذه في قطعه جوا داخل اللمبه هذه سمارت تتوصل عن طريق الانترنت في الانترنت او بالنتورك او بالكمبيوتر عندك بالاب الموجود بالكمبيوتر فيها السكجولينج اللي يحدد متى تشتعل متى تطفي. اوكي وفي ونفس الشيء هذه قطعه التليفون قطعه اللمبه الهاكر الادفرساري يقدر يدخل منه عن طريقه للنتورك اللي في الشركه ولا في المنتور كل الهوم نتورك. اوكي في مثلا هذه خبريه ان الهاكر ممكن يسوي هاي جاك يدخل ان يور هاوس ثرو يور لايت بلب اند ريسيرشز اشتغلوا عليها يعني. اوكي الحين هذا اكزامبل اخر مثال اخر مثلا هذه قطعه للثرموستات عندنا احنا الثرموستات في المنزل بتاعت قطعه التدفئه ايضا سمارت ذكي ذكي بمعنى انه ممكن يستخدم الكمبيوتر في التحكم يعني مثلا تقليل او رفع الحراره. وهذه القطعه تم ايضا من بعض الهاكر اختراقها للدخول بالشبكه المنزل. وهذا ايضا توستر هي القطعه الفرن اللي تحط فيها الخبز اللي تسخن فيها الخبز توستر كان ايضا هناك سمارت توستر مثلا كيف ليش نحتاج احنا السمارت توستر؟ احيانا انت تريد التوستر تحط مثلا قبل ما تنام تحط فيها الخبز الرغيف تصحى الصبح تلاقي الرغيف جاهز يعني انه هو ضرب واشتغل وطفى تسخن لك الرغيف وانت قاعد تعمل اشياء ثانيه حتى توفر الوقت. هذا التوستر ايضا موصل بالانترنت او بالشبكه المنزليه وتم اختراقها عن طريق الهاكر. الحين بالاشياء اللي شفناها نبي نعرف what makes the IoT devices so vulnerable ايش اللي تخلي هذه الاجهزه انها سهله ضعيفه بالنسبه للاختراق؟ ايش اللي يخلي الناس تستطيع انها تخترق هذه الاجهزه؟ احنا نعرف ان companies tend to cut costs implementing low-end IoT devices. الحين اللمبه اللي وريتكم اياها قبل قليل السمارت بلب هاي مثلا تشتريها من محل البقاله تروح للبقاله تقول مثلا احتاج هذه السمارت بلب يبيع لك اياها مثلا كان بدينار او دينارين مثلا او بدرهم درهمين المبلغ قليل جدا. فالمانيفاكتشر لما يصنع هذا النوع من البلب ما يضيف عليها سكيورتي لان لما تضيف عليها سكيورتي تزود يعني تضيف اليها سعر يعني يعلي سعر القطعه. فهم المانيفاكتشر عشان يرخصون سعر القطعه عشان يكونوا منافسين في السوق ما يضيفون عليها سكيورتي. والسكيورتي في هذه القطعه طبعا كومبلكس يعني معقده في قطعه صغيره تكون معقده جدا وبعض والالجوريثم اللي هي الخوارزميات اللي requires high resources تحتاج complex resources ومش cost effective for low IoT device يعني نسبيا ما في جدوى في جدوى تجاريه انك تعملها ليس هناك جدوى تجاريه انك تعمل هذه الاجهزه. الهاكر يستطيع انه يدخل الى النتورك عن طريق جهاز واحد فقط يعني مثلا اذا عندك 20 كمبيوتر كل الكمبيوترات جميع الكمبيوترات فيهم انتي فايروس فيهم يعني درجه الحمايه عاليه اذا عندك لمبه واحده فقط بالبيت سمارت الهاكر يدخل من اضعف نقطه عندك في الشبكه اللي هي اللمبه هذه. اوكي وكمان غير الـ الهاكينج ممكن ايضا في الكاونتر فيتنج. الكاونتر فيتنج هي مثلا الحين تشتري تقليد البراند الماركات تقليد الماركات الان مثلا تذهب تشتري عطر شانيل من السوق كيف تعرف ان هذا العطر اصلي او تقليد او مزيف؟
كاميرا، جوتي، نعال، شنطة، كرة، ساعة رولكس، كيف تعرف ان هذه تقليد او اصلي؟ القطع هذه كيف تعرف انها اصلية او لا؟ الان مثلا الشركات الصينية تصنع مثلا قطع او تعمل لك عطر نفس تطابق الريحة، تطابق الشكل، تطابق المصنعية، تطابق كل شيء. فما في يعني هناك صعب جدا الشخص العادي، الشخص العادي مش الخبير، انه يميز بين التقليد وبين الاصلي. وطبعا التجارة هناك في يعني التجار يخسرون من البضاعة المقلدة. هذه مثلا على سبيل المثال في الملابس وفي الصيدلة، الأدوية والكوزمتكس والساعات والشنط، هذه المبالغ التي تخسر، التي تخسر سنويا، هذه بالبليون، بليون يورو، مليار يورو لكل واحدة. أوكي. غير الساعات وغير الكونترفيت، هناك أيضا في الشيبس، في القطع الإلكترونية، الشيب شورت. لما صار عندنا الكوفيد 19، في الكوفيد 19 الشركات التي تصنع الإلكترونيات صار عندها شح في الإنتاج بسبب الكوفيد 19، إن عدد الموظفين أو عدد العمال في عدد العمال في المصانع قلت، فلما تقل عدد العمال يقل الإنتاج، ولما يقل الإنتاج تزيد سعر القطع الإلكترونية. فهناك شركات تعمل قطع إلكترونية كونترفيت، مقلدة، مثلا القطع المقلدة وتبيعها للشركات على أنها أصلية. فهي مش هناك مشكلة في القطع المقلدة مثلا للسيارات، إذا جبت قطعة مقلدة للسيارات هذا ممكن تعمل مشكلة، سيفتي بروبلم، مشكلة في السلامة. وفي سنة 2022 شركة اسمها ARI ريبورتد ان هناك 768 حالة من التقليد في القطع الإلكترونية. والقطع الإلكترونية طبعا تكون هناك تشيبس، انالوج ديفايسز، بروجرامر واللوجيك اي تي، والمايكرو بروسيسور، المعالجات الكمبيوترية الحاسوبية. اوكي، عندما نضيف، اذا اضفنا اوثنتيكيشن او طريقه للاوثنتيكيشن ميكانيزم داخل الشيب، هذا تقلل تحد من عمليه التقليد الكاونتر فيتنج. اوكي، الحين سؤال، العربي الانجليزي عادي ولا تبون اكمل بالانجليزي؟ الشرح واضح؟ بس اسال. نعم، واضح. الحمد لله. شكرا. اوكي، الان اتكلم لكم عن شيء اسمه فيزيكال انكلونبل فانكشن. الفيزيكال انكلونبل فانكشن هي عباره عن داله، اوكي، تستخدم في السكيورتي. اوكي، الحين مثلا في القطع هذه واحده من الحلول ان للحد من السرقات او من هذه المشاكل الامنيه، ان نضيف سكيورتي، امن للقطع الاي او تي. بريميتيف يعني بدائي، يعني غير معقده. اوكي، السكيورتي هذه تضيف يعني تحتاج، ما مفروض انها تزيد من الكومبلكسيتي بتاعت الهاردوير. It's not supposed to add extra hardware. لان adding extra hardware يعني extra it needs extra power, extra complexity وتكون اغلى في السوق. يعني شلون؟ يعني مثلا للمبه، زي مثال اللمبه اللي شرحت لكم اياها قبل، اذا اضفت لها مثلا هاردوير اذا مش يعني بدائي، مش اذا كان كومبلكس، السعر يزيد يعني كثير فيها، فمش ما حتكون لها جدوى للبيع. فالسكيورتي هذه should not add extra hardware. should not add extra hardware، هذا لازم يكون قليل عشان السعر يكون اقل. الفيزيكال انكلونبل فانكشن هذا يعني مرشح جيد انه يكون نزيد السكيورتي مالت القطعه هذه. الباف، الفيزيكال انكلونبل فانكشن اختصاره هي باف. فاحنا حينما اقول لكم باف معناتها فيزيكال انكلونبل فانكشن. فالباف هو اكسبلويت ديفايس فينجر برينت. كيف يعمل الباف؟ طريقه عمل الباف ان مثلا الحين انا عندي جهاز، الجهاز هذا انا احاول
اشيل اخذ بصمة الجهاز هذه واستعملها كرمز للجهاز نفسه، والرمز هذا يكون مميز للجهاز نفسه، هشرح لكم بعد قليل. الفينجر برينت هذه البصمه هذه is the random or specification error that introduced during manufacturing. البصمه هذه اللي موجوده بالجهاز يعني تم ايجاده خلال عمليه التصنيع. اوكي هشرح لكم بعد قليل. الحين مثلا اعطيكم مثال عشان اقرب لكم الفكره. الحين مثلا اذا انت ذهبت اذا لتشتري مثلا الماء من السوق، قاروره ماء، القاروره مكتوب عليها 330 مللتر صح؟ المصنع يعبي لك القاروره ب 330 مللتر، ولكن بعض المصانع او كل المصانع فيها اخطاء في التعبئه، لا ما يعطيك 330 مللتر، يعطيك مثلا 330 زائد 1 ناقص 1 زائد نص ناقص نص، في ايرور، في خطأ. الخطأ هاي جاي من المانيفاكتشر نفسه. مثلا الحين القاروره الاولى اكثر من 330، الثانيه اقل من 330، الثالثه شويه اكثر من 330. اوكي؟ هذا احنا نريد ان نستغل هذا الخطا في عمل في عمل مثل ما تقولين مثل ما تقولون يعني سيجنتشر للقطع هذه. فالباف جنريت يعني الباف يعطيك الايرور هذا احنا نستفيد منه بحيث يكون هذا ممكن نستعمله ككي كمفتاح. المفتاح هذا ممكن نستعمله لتشفير الداتا اللي تيجي للتشيب. مثلا احنا اذا وجدنا البصمه للقطعه هذه ندخل لها هلو ذير يطلع لك يعني كلام مشفر. التشفير الكي ما للتشفير للجهاز نفسه، احنا لم نضف اليه مفتاح التشفير، التشفير من القطعه نفسها. اوكي؟ اعطيكم الحين مثال كيف يتم عمليه الاستفاده من هذه البصمه. الحين مثلا عندنا صندوقين كرتونين، صندوقين قوارير. كل واحده فيها 4 في 4 16، هاي فيها 16 قاروره وهذا فيها 16 قاروره. نختار احنا اختار مثلا اختار مثلا القاروره رقم ثلاثه رقم واحد وثلاثه من البوكس الاول، واختار القاروره رقم اثنين وثلاثه من الثانيه. فوزنهم من البوكس الاول من الكرتونه الاولى واحد ثلاثه، من الكرتونه الثانيه ثلاثه اثنين، اوزنهم. فلما اوزنهم اكيد واحده منهم تطلع وزنها اكثر من الثانيه. ليش؟ لماذا؟ لان هناك ايرور، لان هناك خطا في عمليه التصنيع. انا استفيد من هذا الخطا. نقول مثلا اذا القاروره اذا الميزان اذا كفه الميزان الاولى كانت اثقل من كفه الميزان الثانيه نعطي اوتبوت واحد. اذا العكس نعطي صفر. اوكي؟ فالحين مثلا احنا عشان ناخذ الكي فنحن نختار القاروره من البوكس الاول والقاروره من البوكس الثاني ونزنهم. اذا الاول اثقل من الثاني نحط واحد، اذا اقل نحط صفر، فحيكون عندك الاوتبوت ديجيتال رقمي واحد او صفر حسب القوارير اللي انت اخترتهم من العلب من الصندوق من الصندوقين. اوكي؟ فهذا البروسيس اللي حواريكم اياها. تي ار بي جنريشن اند اوثنتيكيشن بروسيس. عندنا مثلا الان هذا مثلا نفترض ان الاوثنتيك ديفايس المربع هذا هي الماركه، هي مثلا الشنطه او الماركه اللي نريد احنا نتاكد انها هي مش تقليد او اصلا تقليد، او ممكن يكون الشيب القطعه الالكترونيه، او ممكن يكون اي شيء ثاني. نضيف لها هذه قطعه الباف. من قطعة الباف هذه مثلا مثال شيء تشبه نفس العملية للقوارير اللي وضحت لكم اياها، بس شيء ثاني حيكون حشرح لكم بعد قليل. نضيف لها احنا نعطيه تشالنج، نعطيه تحدي رقم، نعطيه ادرس ويعطينا ريسبونس. الريسبونس اللي يعطينا يعتمد على السيجنتشر مالت الجهاز نفسه. يعني مثلا في هذا المثال القديم السيجنتشر هي السيجنتشر هي الخطا في الكرتونين
في العلبتين، هذا السيجنتشر. والتشالنج او الرقم اللي انت تعطيه هو عنوان الادرس الادرس للقاروره. مثلا هنا الادرس 1-3، هناك الادرس 3-2، هذا التشالنج. التشالنج الاول 1-3، التشالنج الثاني هو 3-2. اوكي، هذا التشالنج. الحين الريسبونس الار، الريسبونس هي النتيجه. النتيجه ان ذيس كيس اي واحد، انكم اذا الاولى اثقل من الثانيه او الثانيه اثقل من الاولى، هذه النتيجه. إذا الأولى أثقل من الثانية النتيجة 1، إذا الثانية أثقل من الأولى النتيجة 0. واضح؟ أوكي. فالآن أنا الحين في البروسيس الأول اللي فوق مكتوب مانيفاكتشر. هذا البروسيس ينعمل في المانيفاكتشر، في المصنع. ففي المصنع نعطي إحنا أكثر من تشالنج للقطعة، والقطعة تعطينا ريسبونس. ونسجل إحنا التشالنج والريسبونس في جدول. يعني مثلا في القاروره مثلا، نقول مثلا ناخذ هالمره 1-3، 3-2، بعدين ناخذ 2-3، 4-1، 5-0-0، 0-1 مثلا، نحط امثله كثيره ونسجل النتيجه في الجدول، هذا الجدول. اوكي، بعد ما نسجل بالجدول نخليه نضعه في الداتا بيس في المصنع، نفس المصنع. الان هذه القطعه الساعه او القطعه الالكترونيه الغاليه تذهب الى السوق، تذهب الى السوق عن طريق الشاحنه او عن طريق اي شركه توصيل، يصل الى اليوزر، يصل الى المستهلك. من المستهلك يذهب الى السوبر ماركت يشتري القطعه هذه. الان خلال التوصيل ممكن حد لعب فيه، ممكن حد غيره، ممكن عمل واحد، يعني مثلا ممكن شخص ثاني عمل قطعه مقلده للقطعه هذه، فالان بتبين. الان انا كيوزر استعمل القطعه هذه، نفس القطعه هذه، اروح اذهب الى احط تشالنج، اتواصل مع المانيفاكتشر، اخذ المانيفاكتشر يقول لي اوكي ضع التشالنج هذا وعطني ريسبونس. انا اضع التشالنج بالباف ويعطيني ريسبونس. التشالنج والريسبونس يروحوا للمانيفاكتشر ويقارن، اذا الجدول اللي عندي مشابه للجدول اللي عنده. إذا في تشابه بالجدول معناته أن القطعة أصلية، إذا ما لا يوجد تشابه معناته القطعة مزورة. فهمت شلون؟ الآن مثلا الحين من الباف نفسه يروح بالأنترستد للسبلاي تشين، السبلاي تشين يروح من اليوزر، واليوزر يشيك مع يعني يتفقد مع المانيفاكتشر. أوكي؟ الآن الحين التشالنج ريسبونس كيف يشتغل؟ برودكشن فيز، البرودكشن فيز يعني في المصنع، السي ار بي جنريشن بروسيس. يتم عمل السي ار بي هاي بالمصنع، يتم عمل السي ار بي وستورد ان ذا داتا بيس، من تحفظه بالداتا بيس. وباليوتيلايزيشن فيز عند الزبون، عند المستعمل، اليوزر فيريفيكيشن ريكويست سنت تو مانيفاكتشر، يبعث الفيريفيكيشن للمانيفاكتشر، مانيفاكتشر بول سي ار بي بير من السي اي والار اي من الدي بي، وسند السي اي تو يوزر، ياخذ الهاي يبعث التشالنج، يبعث اول تشالنج لليوزر، اليوزر يستعمل التشالنج في الداتا بيس في القطعه، القطعه تعطي ار الريزلت، المانيفاكتشر يقارن الريزلت اللي جاء من اليوزر مع الريزلت اللي في المانيفاكتشر في الداتا بيس، اذا مثل بعض يعني الديفايس الجنوين الاصلي، اذا مثل بعض يعني الديفايس الاصلي، اذروايز اذا مش مثل بعض يعني مقلده. اوكي، هذه صوره توضيحيه. أنا مثلا هذه القطعة الباف شريتها من المصنع، أبعث التشالنج، وأبعث التشالنج للداتا بيس، الداتا بيس يعطيني ريزلت، وأنا هأخذ الريزلت وأسوي كومباريزون، إذا مثل بعض سكسس، أذروايز فيلير. أوكي؟ الآن اليوزر ممكن يكون مان إن ذا ميدل، يعني يكون أنا مثلا أكون في الوسط، أنا مثلا آخذ مثلا أشتري قطعة أصلية، واخذ التشالنج من المانيفاكتشر وابعثه للقطعه. القطعه تعطيني ريسبونس، انا احفظ التشالنج والريسبونس للمره القادمه، مثلا احفظ التشالنج والريسبونس للمره القادمه على اساس لما يسالني مره ثانيه اعطيه نفس التشالنج ونفس الريسبونس. المانيفاكتشر يحل هذه المشكله ان اي تشالنج يعطيها للمستعمل يمسحها من الداتا بيس. يتم مسح التشالنج والريسبونس بير، الزوج
التشالنج الاسبوعي يتم مسحها من الداتابيس حتى المستعمل لا يستطيع ان يستعمله مره اخرى. الحين ليش لماذا why pub suitable for securing IoT device هي suitable okay because هي cost effective for low end device memory less key storage يعني cost effective يعني هي رخيصة يعني احنا انا لم اضف اي قطعة اي للsecurity في الديفايس نفسه انا استعملت البصمة الجهاز فقط مثلا في ميموري ليس كي ستورج لا احتاج ان اضع ميموري اني احفظ الكي ما احتاج فابريكيشن كوست لا اريد ان اضيف اي شيء سكيلبل يعني ممكن اعمل يعني اكبر مثلا اكبر العدد فيكون الكي اكبر باور يوتيلايزيشن بما ان لا يوجد هناك ميموري لا يوجد هناك اكسترا فابريكيشن لا يوجد هناك سكيورتي فما احتاج باور easy to generate keys مثل ما وريتكم ان على طريقه ان generate keys سهل بمثال الميزان اللي وريتكم اياه it provide trust for remote device sensor يعني هذا ممكن ينفع للسنسر لان السنسر يكون بعيد فممكن اذا حد لعب فيه بالسنسر ممكن نعرف اذا حد لعب بالسنسر ونستعمل ايضا في السوفت وير لايسنسنج فور اي دي اوف ذا تشيب في الدونجل مثلا تشتري برمجه تكون غالية جدا حد يعمل كوبي انت لما تبيعها بدونجل يو اس بي اساس اذا حد عمل كوبي الكوبي لا يشتغل زين وفيها كاونتر فيتنج ديدكشن ايضا الان الباث ليها سمثينج يعني احنا نسميها ايفالويشن ميتريكس يعني كيف احنا نقيم الباث هذا اذا جيد ام ليس جيد اوكي هناك اربع طرق اربع امبورتنت فيجرز اوف ميريت للتقييم التقييم الباف الريلايبيليتي يونيكنس انبريدكتبيليتي وروبستنس الجوده التميز عدم الانبريدكتبيليتي عدم التكهن وروبستنس روبستنس يعني هي مثل البرفورمانس اذا هي مثلا كيفيه العمل يعني اوكي الحين خلينا نشوف اذا القطعه الفكره اللي عندنا تتميز يعني كيف نعرف ان هي روبست او لا او كيف نعرف ان هي ريلايبل او لا الريلايبيليتي التعريف الريلايبيليتي ديفينيشن اوف ذا ريلايبيليتي از هاو ستيبل تي ار بي اوف باف اندر ديفرنت اوبريشن كونديشن نبي نعرف اذا هي مثلا اذا عندك الشنطه او عندك القطعه الالكترونيه في درجه حراره مختلفه هل تعطي نفس الريزلت او لا درجة حرارة، رطوبة، أي شيء بيئي مختلف، هل تعطي نفس الريزلت أم لا؟ أوكي؟ الحين مثلا احنا عشان يكون حتى تكون القطعة ريلايبل لازم لما مثلا احنا نجيب القطعة نضعها في درجة حرارة مختلفة ونعطيها نفس التشالنج ونشوف إذا تعطينا نفس الريزلت أو لا، يعني مثلا أعطيكم مثال مثلا خلينا نرجع للمثال الماي هذا الماي مثلا نضع القطع مثلا نفس القارورتين نضعهم على الميزان مثلا نفترض ان الاولى اثقل من الثانيه الاولى صارت اثقل من الثانيه بردنا جبنا اتينا بمبرد حطينا وضعنا مبرد في الغرفه فالماء تتجمد هل الوزن حيختلف؟ لا الاولى حتبقى اثقل من الثانيه حطينا رطوبه مع الرطوبه الاولى حتبقى اثقل من الثانيه اذا الميزان لم يتغير مع تغير البيئي معناته اتش ريلايبل اوكي فهي معناته تعطي نفس التشالنج نفس القاروره يعطيك مفروض نفس الريزلت اذا اعطاك ريزلت مختلفه اذا الريزلت بتساوي معناته ريلايبل اذا مش بتساوي في مشكله احيانا يكون عندك مشكله مع الايجنج مع الوقت احيانا نقول مثلا القارورتين في المثال بعد 20 سنه وزنتهم المفروض يطلع نفس الشيء نفس يعني المفروض الميزان ما يختلف الحين نتكلم على اليونيكنس التميز يعني كيف تتميز القطعه عن الاخرى اوكي هاو ريسبونس ديفر وين ابلاينج ذا سيم تشالنج تو ديفرنت باف عندي ايديالي شود بي 50% يعني مثلا اجيب اربع قطع كل قطعه فيها توقيعها الخاص السيجنتشر بصمتها الخاصه باف 1 باف 2 باف 3 باف 4 كل واحده لها بصمه مفروض
بصمة خاصة. إذا اتبع التشالنج واحد للأربعة، مفروض الأوزان ما حتكون متساوية، مفروض قصدي الريزولت ما تكون مختلفة عن بعض. يعني إذا الريزولت جميعها نفس الشيء معناته في عندنا مشكلة. البروبابيليتي مالت تعيش الريزلت المفروض تكون 50%. يعني الار يعني المفروض نصهم يكونون مثلا واحد ونصهم يكونون صفر، حتى يكون 50-50. هذه احنا نسميها الهامينج انتر هامينج ديستانس بين الاوتبوت، لازم يكون 50%، 50 بالايديالي. هذا للايش؟ لليونيكنس، عشان تثبت انها يونيك. عندنا بعد الانبريدكتبلتي اسسمنت، كيف تعرف ان هي انك لا تستطيع ان تتكهن بالمخرج بالاوتبوت؟ هاو ديفيكلت فور اتاكر تو بريدكت ذا سي ار بي. سي ار بي هو تشالنج ريسبونس بير، السي والار البير يعني الزوج السي والار. اوف اباف ايديالي شود بي 50%. ايديالي يعني بالايديالي معناته يعني كحاله مثاليه لازم يكون 50%. Ideally half the response bit should be flipped when one challenge bit is flipped. الحين مثلا اذا عندي result، عندي مثلا عندي نفس الشيب نفس القطعه، حطيت فيها ثلاثه 3 challenges، الريزلت الثلاثه ريزلت المفروض تكون مختلفه. الثلاثه ريزلت المفروض تكون مختلفه. Chances ان الريزلت الاول والثاني متساويه 50%. الريزلت الديستنس بين الثلاثة المفروض يكون 50%. وطبعا هناك هي هذه سيوتبل للنون فولاتايل ميموري. احيانا مثلا هناك هاكر يستطيع مثلا بالتشيب يضع يسخن التشيب او يحفر التشيب او يضع قطعه يحفر التشيب عشان يحاول انه يستخرج منه المفتاح الكي. القطعه الباف المفروض تكون ريزيليانت للسايد شانل اتاك، ان اذا وضع يعني اي شيء في القطعه تخترب تفسد. عندما تفسد القطعه الاوتبوت يفسد، فنعرف ان هذه القطعه تم التلاعب بها مثلا. اجزاء امثله للباف ديفايسز هي سي موس ايمج سنسر. مع بعض السي موس ايمج سنسر هو مثل السنسر الكاميرا، قطعه الكاميرا، والديلي باف والكروس بار باف. هشرح لكم بسرعه لان الثلاثه. احنا مثلا بالكاميرا عندنا الباف تراستد ايمج سنسر اكسبلويت فيكس بالباف. هذا اكسبلويت او يستفيد من النويز في الفينجر برينت للكاميرا، الفيكس باتر نويز للكاميرا نفسها، في جنريت ريلايبل سيجنتشر. الريسبونس is generated by voltage difference between two random selected pixels. يعني مثلا الان اذا عندك تليفون هاتف سمارت فون، سمارت فون فيها كاميرا، عندك مثلا ابل موديل معين او اندرويد موديل معين فيها كاميرا، اخذت الصوره لشخص معين بالكاميرا وصورت الصوره هذه. اذا جبت مثلا اذا الفورنزكس مثلا احنا مثلا اذا احد ارتكب جريمه، اذا شخص ارتكب جريمه وصورها بكاميرا تليفون كاميرا هاتف، الفورنزكس او الادله الجنائيه تستطيع ان تستدل ان الصوره هذه اخذت بالهاتف الهاتف المعين، هاتف معين. كيف يعرفوا؟ عن طريق السيموس، ان هناك بالسيموس يكون فيها نويز، فيها اخطاء، هم يشوفون الاخطاء اللي بالصوره هل تتناسب مع الاخطاء اللي في الكاميرا ام لا. احنا ايضا نستفيد من الاخطاء اللي في الكاميرا بحيث ان نميز الكاميرا عن كاميرا اخرى. لكل كاميرا هناك نويز، هناك خطا، الخطا هذا ممكن يكون يميز الكاميرا عن كاميرات اخرى. هذا يعتبر سترونج باف، يعني باف قوي، لان هناك مثلا في هذا عندك 256 في 256، هذا 256 256، الجدول اللي تستطيع ان تعمله من هذا تقريبا كم؟ 256 في 256 كم؟ 256 اس 2 تربيع في 256 اس 4. هذا عدد عدد الارقام اللي ممكن يكون في الجدول. فهذا يسمونه سترونج باث لانه ما يخلص، لانه حتى اذا مثلا المانيفاكتشر عمل لك كروس لا ينتهي.
وصعبه انك تستنبط المخرج الاوتبوت منه. هاي طبعا يقول لك البيست باث كيف الريلايبيلتي تبعه، بس مش مهم يعني نعرفه. هناك ايضا شيء اسمه ديلي باث، ديلي بيست باث. ديلي بيست باث هاي مثلا من الاوسيليتر، رينج اوسيليتر، هذه قطعه الكترونيه الاولى اللي فوق عندنا مثلا متشابهين، اذا تلاحظون قطعه الناند والنط، ناند ونط، السيجنال او الاشاره تذهب الى الكاونتر الاول اسرع، مثلا واحده منهم اسرع من الثانيه. هذه القطعه للفريكونسي تعمل التردد. التردد لان هناك ديلي، لان هناك بطء في واحد منهم، البطء هذا بسبب المصنع مثل ما قلنا قبل، الخطا مصنعي، بسبب الخطا المصنعي ان الفريكونسي من الاول يكون غير عن الثاني. فعندك كاونتر، الكاونتر العداد يعد في مثلا في دقيقه واحده كم عدد الارتدادات وكم عدد الارتدادات. الاسرع واحد مثلا يقول اللي فوق اسرع يعتبره واحد، اذا تحت اسرع يعتبره صفر. هاي نفس الطريقه، ونفس الطريقه للاربتر، كلهم يعتمدوا على الديلي، على التاخير. هذا طبعا يعتبر ويك باف، ويك باف لان عدد مثلا عدد الاوتبوت يعتمد على عدد عدد القطع الار او. اوكي، هذا العدد لا يكون كثير، ما تقدر تجيب كثير، انت ما تقدر تجيب، لا تستطيع ان تحضر مثلا 256 اس 4، صعبه كمصنعيه يعني مكلفه جدا. فهذا يعتبر ويك باف. هناك الار او باف مثل ما شرحت، الاوتو فريكونسي اوف ذا اوسيليتر يعني يتناسب فرديا مع الحراره. الاوتبوت ديبندز اون ديفرنت بتوين ذا فريكونسي، يختلف مع الحراره. الحين مثلا اذا مع التمبرتشر، اذا هناك خلل في اذا في البيئه تغيرت الحراره، نشوف السهمين، اذا السهمين في الجراف، اذا السهمين تقاطعوا معناته هناك ايرور. المفروض لان اذا السهمين تقاطعوا معناته ان الفرق بين الاول والثاني يختلف في البدايه وفي النهايه، اختلف في درجتين الحراره. هشرح لكم بعدين هذه. اوكي، الان خلص، الان هذا المهم هو الكروس بار اري باف، هذه القطعه اللي هشرح لكم، اللي حركز فيها في البرزنتيشن هذه. في القطعه هذه احنا في شيء اسمه، احنا نسميها كروس بار، سموها كروس بار لان مثل المربعات، سلك افقي وسلك راسي، كل سلك موصل بقطعه احنا نسميها ممبستر او ريزيستور، مقاومه، قطعه مقاومه هذه. لنعتبرها مقاومه، القطعه هذه الصغيره هي تعتبر مقاومه. المقاومه طبعا اذا حد فيكم درس الكتريكال انجينيرنج، لما تعطيه فولتج يعطيك كرنت. لما يعطيك الكرنت تعرف الفولتج بين كل مقاومه ومقاومه. الان المقاومه طبعا قيمه المقاومه هو الفولتج على الفولت، الفولتيه على الكرنت اذا هي تيار، الفولت على التيار يعطيك المقاومه. الان عندما يتم صنع هذه المقاومات لكل واحد، مثلا اذا تشتري في السوق المقاومه، اريد المقاومه مثلا 10 اوم او 100 اوم او 1 كيلو اوم، هناك طبعا خطا مصنعي يوجد معهم. فاحنا ماذا نعمل؟ كيف نستفيد من هذا الخطا؟ نضعهم على شكل مربعين، الطرف الاول موصل بالخط الافقي، الطرف الثاني موصل بالخط الراسي. نفس الشيء على اليمين وعلى اليسار. نختار مثلا من اليسار نختار البي بي 1 و اي 3 مثلا، ومن اليسار نختار بي 3 و اي 2، ونشوف ونعمل كومبير. مثلا من الاول اخترنا احنا الممبستر 1 اي 1 بي 1، اخترنا اي 2 بي 2 الثاني. هذا الكومباريتور، هذه قطعه الكترونيه، الفولت على الاي 1 بي 1 يختلف طبعا بالفولت على الاي 2 بي 2 بسبب المصنعيه، خطا المصنعي، فيعطيك ريزلت. اذا الاول اكبر من الثاني يعطيك يعني فولتج بلس فولتج، او يعطيك نيجاتيف فولتج اذا الثاني اكبر من الاول. احنا نستفيد اذا البلس، اذا الفولتج اكبر من الزيرو، اكبر من الصفر، نعطي الاوتبوت 1، اذروايز نعطي الاوتبوت 0. الحين هذا يعتبر سترونج باف لان عدد الاحتمالات ان سكوير،
يعني ان في ان في الاول وان في ان في الثاني ان سكوير. هذه الطريقه يعني بسيطه جدا ولا تستهلك طاقه، فقط الطاقه المستهلكه في هذه القطعه عن طريق الكومبريتر، لان الكومبريتر هي قطعه الكترونيه تستهلك طاقه. اما عمليه انك المقارنه وانك تختار التو ريزيستنس التو ريزيستورز لا يستهلك طاقه. يعني احنا الهدف من البرزنتيشن ان احنا نعمل قطعه صغيره قليله الطاقه وقليل وليس كومبلكس وليست معقده. الحين مثلا في عندنا الحين مشكله في هذا في شيء احنا نسميها الكروس السنيك باث. السنيك باث انه مثلا هناك الكرنت او التيار يذهب الى الريزستور الموجود في الجوار، ياخذ مثلا يذهب ياخذ اكثر من روت يذهب الى الاوتبوت، فهذا يقلل من قيمه الريزستور، يعطي يعني اكويفالنت بارلل ريزيستنس، يعطي بارلل ريزيستنس، وكل ما كبر الكروس بار كل ما قل الريزيستنس. الحين مثلا ايش الافكت، ما تاثير السنيك باث على الكروس بار هذا؟ مثلا الحين هذه القطعه اللي على اليمين، على اليسار هي احنا نسميها الاكوفالنت سيركت، الدائره المشابهه الاولى بس بطريقه اخرى. فالاكوفالنت سيركت الار اس بي على اليمين على اليسار يعطيك الار اس بي اللي تحت اللي هو يعطيك البارلل اكوفالنت سيركت، هذا الاكوفالنت سيركت يقلل من قيمه الار 11 اذا هناك اكوفالنت سيركت، فهي يغير في النتيجه كثير، فيعطيك نتيجه غير صحيحه غير دقيقه لما تحسب الفرق بين المقاومتين. ف R equivalent gets reduced due to the parallel equivalent resistance. The R equivalent is the same for all selection. اوكي الان احنا خلصنا من السنيك باث وهذا، الان نتكلم عن الممرستر. الممرستر باث نشرح لكم ما هو الممرستر. يعني هاي الان احنا تكلمنا كل هالكلام يعني كان عن الباث وكيف عمليه الباث وكيف يتم استخدام الباث. الان نتكلم عن قطعه جديده اسمها الممرستر. في الاخر نستعمل احنا الباف مع الممرستر عشان يعطينا قطعه صغيره يعطيك فيها افضليه قليله الطاقه و سترونج سكيورتي اند لو باور. اوكي ما هو الممرستر؟ الممرستر از ان الكتريكال كومبوننت وذ ريزيستنس ذات كان بي بروجرام تو هاف مالتي ستيت. الممرستر مثل الريزستور العادي بس يحفظ بس الستيت تبعه حالته تتغير من هاي الى لو او لو الى هاي حسب الفولتج اللي تعطيه. Applied voltage push هو الابلايد فولتج بوش ايون فيكنسي اند كرييت بلوك اوف كونتاكتيف شانل. الممرستر هاف ثريشولد بوينت ماينس في تي اتش بلس في تي اتش كورسبوند تو ار هاي وار لو. Applied voltage crossing minus VTH or VTH change the state of RH and or R low. Once applied voltage is removed, the state remain unchanged. يعني مثلا هذه القطعة الموجودة تعطيها مثلا فولتج عالي يتغير الريزستيفيتي تبعه إلى ريزستيفيتي أقل، وإذا رفعت القطعة إذا رفعت الفولتج يتم كما هو ما يتغير. فهذه القطعة ممكن تستفاد حاليا كميموري ديفايس، كقطعة تحفظ المعلومة. كيف أشرح لكم الآن؟ الآن أشرح لكم كيف عمل الممرستر هذا. الحين مثلا عندنا ممرستر هذا تيتانيوم أوكسايد، تيتانيوم دايكسايد، نبعث ساينوسويدال فولتج، نعطيها فولتج من فوق من الماينس 3 الى من الماينس 3 الى ماينس 3 الى بلس 3 من بلس 3 الى ماينس 3 ساينوسويدال. فلما تعطيها الماينس 3 فولت يكون الشكل كما هو. انا اتكلم على اليسار، يسار فوق، يسار فوق اول واحده جنب الار هاي فوق، الار هاي فوق تعطيها ماينس 3
وتحت جراوند. كل ما تنقص الفولتج تشوف البابل هذا اوكي. اللون الازرق، اللون الاحمر هو تيتانيوم اوكسيد دايكسايد، اللون الازرق هو تيتانيوم اوكسيد بس ناقص اكسجين، منقوص منها الاكسجين. نقص الاكسجين هذا يؤدي الى عمل موصل، يجعل التيتانيوم اوكسيد موصل بس في شانل معين، في قناه معينه. فعندما تقلل من الفولتج الببل هذا هو عدم وجود اكسجين، فيكنسي، عدم وجود اكسجين. عدم وجود الاكسجين يعمل كموصل. فعندما يصل الى الجراوند يعطيك شانل، هذا كوندكتيف شانل، فيوصل لك الكهرباء. لما يوصل الكهرباء الريزستيفيتي او المقاومه تكون اقل، هذا يقلل من المقاومه. فاذا رفعت الفولتج خلاص يتم كما هو ما يتغير. فالان الار هاي اصبح ار لو، والعكس صحيح. عندنا الحين ار لو على 3 فولت، تقلل الفولتج من 3 2 1 ماينس 1 الى ماينس 3، الببل يرجع كما هو فيقلل الشانل فيرجع الار هاي. الان هذا ممكن نستفاد منه كيف؟ عن هذه مثلا، هذه الطريقه كيف تنعمل. هذا عملوا اتش بي، شركه اتش بي عملوهم روستر نفس الفكره، يحسبون الدي والدبليو. الدبليو هو سايز للاوكسيدايز مثلا. الان ما هي الابلكيشن تطبيقات للممرستر؟ احنا نعرف في الكمبيوتر ساينس، اذا درستوا الفليب دي فليب فلوب، دي فليب فلوب هي اليونت، هي تحفظ اليونت البيت، اليونت الرقمي اللي هو البيت. تحتاج دي فليب فلوب واحد حتى تحفظ بيت واحد. فالدي فليب فلوب اذا تشوفه من ايش يتكون، يتكون من واحد من 5 بوابات 5 جيت. كل جيت هي 1 2 4 ترانزستورات، فأربعة في 5 يعني 20 ترانزستور تقريبا. تحتاج 20 ترانزستور حتى تحفظ 1 بت في الدي فليب فلوب العادي. الممرستر ممكن تحفظ فيه الداتا وتحفظ فيها 1 بت بمبرستر واحد. شوف ممبرستر واحد ما في شيء يعني، غير معقد، تحفظ فيه بت واحد، ياخذ طاقه اقل لحفظ بت واحد. وممكن يعني في الفيوتشر، في المستقبل، حيستفيدوا منه بالرام وبالاسرام. وحتى في الذكاء الاصطناعي يستعملون الممرستر ستور حق ال ان ان النيورال نتورك. النيورال نتورك اذا اخذت، اذا حد فيكم اخذ كورس في النيورال نتورك، في نيورال يحتاج الويت. الويت هذا احيانا يكون انالوج تقريبا. فتستعمل يستعمل بالاي اي يستعملون الممرستر لحفظ الويت. بس حتى الان هي في الريسيرش. الان انا كيف استفيد من الممرستر؟ الممرستر مثل ما نعرف، احنا كل القطع اللي وريناكم اياها في السابق استفدنا من الاخطاء اللي في المصنعيه، اللي في المصنع لعمل الفصل. هنا مثلا هذه الصوره فيها، احنا نسميها الجراف لكل ممرستر. مثلا احنا الممرستر كيف يشتغل؟ عندما نعطي احنا الفولتج الماينس 2، احنا نشوف هناك مثلا تو سلوبس، عندك الخطين، الخط المرتفع والخط المنخفض. المنخفض هو هو الفي اوفر اي قليل، اوكي. المرتفع مقاومته اعلى والمنخفض مقاومته اقل. فمتى يتغير من مقاومه اعلى لمقاومه اقل؟ عند هنا الماينس 2، عند الريست، عند السد. لما تعمل الريست، لما الفولتج يزيد من الماينس 2 لما ينقص من الماينس 2 لماينس 1، يتغير الحاله من الهاي للو والعكس عند السد. اذا نلاحظ لكل قطعه ام 1 ام 2 عندك لام 9، كل واحده منهم هي ممرستر. يعني 9 قطع ممرستر عمل هذا، تم عمل عمليه الجراف، هذا البلوت، 9 ممرستر. بالالوان هذه اللي تشوفونها، الالوان كل لون لممرستر واحد. اذا تلاحظون البي تي اتش، الفولتج مالت الريست والفولتج مالت الست تختلف لكل ممرستر. مثلا الام 1 يعني على اليمين، والازرق اللي هو الام 4 على اليسار. فكل واحده تختلف عن الثانيه.
حتى في السات نفس الشيء، عملية السات السات والريست اختلف لكل ممرسة، الفولتج اللي تحتاجه للسات والريست. فاحنا نستفيد، فانا اريد ان استفيد من هذه الايرور، من هذا الخطا السات والريست. الحين مثلا كيف استطيع، كيف استطيع ان استفيد من هذه من هذه الميزه؟ ناتي بقطعتين ممرستورين نضعهم فوق بعض، الممرستور طبعا الحاله مالتها نقول مثلا نفترض ان ار هاي، ان عاليه المقاومه، نعطيها في ان يعطيك في اوت، الفي اوت هنا يكون في ان اوفر 2، يعني نص في ان. ليش؟ لان هذا احنا نسميه فولتج ديفايدر بالالكترونكس، يقسم الفولتج على اثنين، لان القيمه الاولى تساوي القيمه الثانيه، فالفولتج في الوسط حيكون في ان اوفر 2. فهذا معناته ان الفي ان مع الفي اوت، ان الفولتج او الفولتج اكروس ار 1 هو نفس الفولتج اكروس ار 2، صح؟ كل واحده فيها في ان اوفر 2 على الاثنين. فاحنا ماذا نعمل؟ نزيد الفي ان، نبدا هذا الجراف الكيس 1 الحاله الاولى، نزيد الخط الفي ان، هذا خط الفي ان، نرفع الفي ان من الصفر، نزيد، نبقى نزيد نزيد نزيد. لما نرفع الفي ان، الفي ان اوفر 2 هنا يزيد، الفي ان اوفر 2 بالثانيه يزيد، فواحده منهم تصل الى البي تي اتش السات، واحده منهم تصل الى السات. ليش واحده منهم؟ لماذا؟ لان واحده منهم اذا تشوفون الجراف، واحده من الممرستور غير عن الثانيه، فواحده منهم تصل الى السات قبل الاخرى. لما تصل الى السات، اذ ان لنفترض ان اللي فوق وصل اسرع من الثاني، فالفولتج، فالممرستور اللي فوق حيتغير، الحاله تتغير من الار هاي الى ار لو. ونفس الشيء للممرستر الثاني، اذا الممرستر، فلما يتغير من ار هاي الى ار لو، فحيكون الفي ان، الفي اوت يكبر، لان الفي ان حيكون نفس الفي اوت. نعتبر ان هاي شورت سيركت، سويتش اوف سويتش اون، هذا حيكون شورت سيركت، الفي اوت ونفسه الفي ان. فالاوت بوت حيرتفع للفي ان، مثل هذا النتو هذا اللي طالع. ومن ثم الممرستر الثاني كمان حي 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 وتول تيرن اون، فحيرجع مثل ما كان في اوت في ان اوفر 2، لان حيكون الاثنين اون اون. لما يكون اون اون حيكون في ان اوفر 2، لما الاول يكون اون والثاني اوف حيرتفع. لما الثاني، بالحاله الثانيه، لما الثاني يكون اون قبل الاول حينزل لتحت. لنفترض مثلا بالحاله الثانيه ان بيت الميم ار بي، الميم ار بي صار اون، الفي اوت حيكون زيرو تقريبا، فحيكون الفي اوت زيرو حينزل تحت، بعدين الثاني كمان حيصير اون، حيرجع مثل ما كان في اوت اوفر 2، فحيشكل بالس، حيشكل بالس اون، يعني بالس مرتفع، بالس لاعلى وبالس لاسفل. فاحنا نستفيد من البالس هذا، اذا كان لاعلى نعتبره واحد، اذا كان لاسفل نعتبره صفر. اوكي، مثل هذه الايكويشن، كيف يعني بالفولتج ديفايدر، ومعرفه يعني هذه الايكويشن لمعرفه طول ال في تي اتش كم ممكن يكون. وهذا طبعا هذه للحاله الاولى، وهذه للحاله الثانيه. هذا طبعا الجراف اللي بالسيميليشن عندنا، طلع الجراف لما عملنا لما جربنا بالسيميليشن، طلع هذا للاون وهذا للاوف. طبعا لكل وحده الان، الحين نريد، الحين هذا الان القطعه هذه، نريد الفكره هذه، انا اريد استعملها في الباف. حتى نستعمل الفكره هذه في الباف، لازم تتذكرون في البدايه لازم نفحص المترك، نقيم كيف نقيم الباف من الريلايبيليتي، نشوف اذا هي ريلايبل او لا مع الحراره. فمع الحراره كما نلاحظ، لما تزيد الحراره الحرارة ال في تي اتش للاثنين يتغير في نفس الوقت، يعني اذا الفي تي اتش الاول زاد الثاني حيزيد، اذا نقص حينقص، فالفرق بينهم ما يتغير، الفرق بين الاثنين حيتم ثابت. فاذا الفرق ثابت الاوتبوت يكون ثابت، حيكون ستيبل. هذا المشكله الاولى انحلت للريلابيليتي. طبعا اوكي، الان كيف نستطيع ان نستفيد من البالس؟ الحين مثلا هذه يطلع بالس، يعني لو، وهي كيف نحفظ البالس؟
حتى نحفظ البارس نحتاج قطعة اسمها هذه القطعة اسمها بيك ديتكتور، ياخذ البولس ويحولها الى اوتبوت مثل ستيب فانكشن. الاوتبوت اذا الستيب فانكشن يعني لما يكون البولس باعلى، الستيب فانكشن يكون مثلا هذا 1 فولت اوتبوت 1، اذا البولس لاسفل حيعطيك اقل من حيعطيك ابو زيرو. فاحنا طبعا نضع ثريشولد، اذا تحت الثريشولد نعتبره زيرو، فوق الثريشولد نعتبره 1. طبعا عشان نعمله في اللاب، عملنا احنا نحاول نعمل نفس فكره الكروس بار. في البدايه جربناها 3D ما نجحت، بعدين جبنا فكره اخرى عملناها هكذا. فجبنا احنا مثلا قطعه كروس بار هنا وكروس بار هنا، فاحنا نعطي التشالنج يختار الممبرستر الاول، يختار الممبرستر الثاني، ويعطيك البولس هنا بالاوتبوت. هنا نحصل على البولس، والبيك ديتكتر يحول البالس الى واحد او صفر ويعطيك الريسبونس. الان نريد نشوف اذا السنيك باث، تتذكرون قبل لما شرحت السنيك باث، نريد نتاكد ان السنيك باث او الـ 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 المسار اللي يروح للجيران ما ياثر على القطعه اللي عندنا. فنعرف ان هي ما تاثر لان البارلل ريزيستنس الاول هو نفس الثاني. فالفولتج احنا نحسب القطعتين السلكتد هو ال جي اي والار كي ال. القطعتين هذول لازم نعرف، لازم في كل الاحوال الفولتج اكروس ذم ار ذا سيم. في كل الاحوال الفولتيه بيناتهم نفس الشيء لما احنا نزيد الفولتج، والار والال اكس بار والار اكس بار المفروض ما ياثر على الاوتبوت مالت الباف هذه. طبعا هذه الاكوفالنت احنا نبين ان الار وار يعني ايكوال، فالاوتبوت يطلع بين الفي ال في ال جي اي وفي ار كي ال. فالريكول ان البوينت جي كي، هذا الجي كي البوينت جي كي اللي هنا الاسود، فولتج ماست بي في ان اوفر 2. الفولتج هنا المفروض يكون في ان اوفر 2، يكون نص الفولتج الاوتبوت، حتى الفولتج اكروس الاول يساوي نفس الفولتج اكروس الثاني في كل الاحوال، حتى نعرف اذا الفي تي اتش غير او لا. This caused biasing toward one of the selected member cells. اوكي، الحين هذا الاوتبوت لما تعطيه الاوتبوت، لما تعطيه الاوتبوت هنا مثلا في البدايه، لما اذا لما يكون في بالسنيك باث افكت، هذا مثلا الار كي ال والار جي اي لازم يكونوا قراب من بعض، لما يكون عشان الديفرنس ما يتغير. اذا تلاحظ الفي تي اتش باتم والفي تي اتش توب، في تي اتش توب وباتم، اذا العكس حيكون صفر، حيكون عندنا مشكله. طبعا احنا استعملنا في السنيك باث، حلينا مشكله السنيك باث في وضعنا ريفرس بايس فولتج كوز هاي ريزيستنس، وضعنا نوع من الممرستر اللي فورورد اونلي بدون ريفرس بايس، وهذه هي الاخيره حتكون. اوكي، الان كيف نستعمل القطعه هذه في الباف؟ انت تعطيها الانبوت، من الانبوت تعطيك اوتبوت، نعمل مثل هذه القطعه مثلا، نفس هذه القطعه سبع مرات ثمان مرات، 8 كوبي، ثمان نسخ من هذه، كل واحده تعطي اوتبوت 0 and 1، فيعطيك انت فيعطيك 8 8 بت اوتبوت. فال 8 بت اوتبوت هو الكي للاوتبوت تبعك. الانبوت طبعا 128 بت، والاوتبوت عندك يعني الاوتبوت 8 بت تقريبا. اذا تحتاج الاوتبوت يكون اكثر تزيد عدد الباف عادي. اوكي، في طريقه ثانيه، بدل ما تزيد عدد الباف نضع هذا ان اف اس ار. ان اف اس ار هي نستعمل شيء اسمه احنا ليزر ستريم سايفر، نضيفه ليزر ستريم سايفر بهذه الطريقه. هذا الانبوت مالت ستريم سايفر بدل ما نضع بالسيد بالبذره للان اف اس ار والان اف اس ار، نضع الانبوت للستريم سايفر من الباف تبعي، نضيف نعطيها مثلا ريسبونس من 119 ريسبونس 119 قطعه للاوتبوت، وجنريت 128 بت
شو اسمه اوتبوت. الحين هذا الاكسبيرمنت ام ريزلت، الفرق هذا مثلا بي 1 وبي 2 البروبوز والايديال. البي 1 بي 2 انا اخذتهم من بيبر اخرى. تشوف احنا البروبوز الرنبيلي تقريبا نفس الشيء، يونيفورميتي تقريبا نفس الشيء، والليكنس تقريبا نفس الشيء. اوكي، بس ايش الفرق عندي؟ الفرق عندي بطريقتي انا نحفظ يعني الباو بالاكسبيرمنت ان الريزيستنس يكون وايد عالي بين الاثنين، فولتج ديفرنس في اي جي مع الفي كي ال وذ اب وذ فارينج ار اوف فور بوث تراديشنال يوني دايركشنال مانجستر. الديفرنس المفروض يكون زيرو، كل ما يكون الديفرنس قليل كل ما يكون الخطا اقل. هذا الديفرنس بين الفي ام ار توب والفي ام ار باتم، دائما لازم يكون الديفرنس الفرق بين الاثنين لازم يكون صفر. هذا الديفرنس صار بسبب السنيك باث كارنت، احنا نبي نحافظ على يعني بنقلل تاثير السنيك باث كارنت، فعشان نقلل تاثير السنيك باث كارنت لازم الديفرنس يكون تقريبا زيرو. هذا الايرور طبعا الاوتبوت ايرور للار هاي، كل ما زودنا الار هاي الميمريستر لما استعملنا اليو دي اللي على اليمين، كل ما نزود الار هاي كل ما الايرور يقل، كل ما يكون الميمريستر الار هاي ماله عالي كل ما يكون الايرور اقل. وحين الباور كونسامشن هذا شيء مهم في الايفالويشن، الباور كونسامشن للقطع الموجوده بالريفرنس الثانيه تقريبا 417 مايكرو وات، من 400 ل 1600 مايكرو وات. القطعه اللي عند اي بروبوز 0.9 مايكرو وات فقط، يعني يحفظ الطاقه بشكل كبير جدا. ليش؟ السبب الرئيسي انه يحفظ الطاقه لانه خلنا ارجع لكم بالخلف. السبب الرئيسي انه يحفظ الطاقه هنا هذا، لان هنا في شيء اسمه كومباريتر، هذه القطعه الالكترونيه اللي في النص ما احتاجتها انا في الديزاين تبعي. هنا في الديزاين العادي يحتاجون الكومباريتر، انا في الديزاين تبعي ما احتجت الكومباريتر. الكومباريتر هذا تقريبا ياخذ 400 مايكرو وات لحاله، لحاله يستهلك 400 مايكرو وات. فانا بما اني ما استعملت الكومباريتر فنقص عندي نقص عندي بالاوتبوت بالباور كونسومشن. هذا 0.9 ميكرو وات. اوكي، هذا باللاب اكسبيرمنت عملناها في اللاب، حطينا تيتانيوم اوكسايد المنيوم مع تيتانيوم اوكسايد، وهذا عملنا التجربه في اللاب وشفنا الفولتج. هذا الجراف يبين، هذا الجراف لما يكون اللي فوق الفولتج والكرنت، لما يكون فوق لما يكون السلوب لو سلوب هاي ريزيستنس، هاي سلوب لو ريزيستنس، لان الفولتج تحت والكرنت فوق. فبالكونكلوجن احنا وي ديزاين اند سيميليتد الكومباريتور ليس، هي اسمها كومباريتور ليس كروس بار باث، لان ما يستعمل كومباريتور. الانتروبي ديبيندز اون ذا نويز ديستريبيوشن والراندومنس. الانتروبي هي العشوائيات الموجوده في الباث، يعتمد على النويز ديستريبيوشن. واحنا لما اضفنا لو باور ليزر ستريم اكسترا سكيورتي، اعطانا اكسترا سكيورتي بالليزر ستريم. وسنيك باث يعطيك السنيك باث مثل ما شرحنا يعطيك البايسنج في الاوتبوت، فاحنا نريد نقلل فاحنا قللنا البايسنج اللي في الاوتبوت باستعمال اليوني دايركشنال ميمريستر عشان يزود الراندومنس والباور سيف. بالفيوتشر والمستقبل الان قاعد نشتغل على ديفرنت نويز ديستريبيوشن. احنا بالسيميليشن استعملنا يونيفورم يونيفورم ديستريبيوشن، هنستعمل جاوسيان ونشوف other type of noise distribution، وبعدين we implement on the SOC we apply different type، ونستعمل طرق أخرى للماشين ليرنينج أتاكس، نشوف إذا نقدر نعمل أتاك للقطعة أو لا في المستقبل.
وهذا هو هذا this is the reference. Thank you very much. شكرا شكرا لكم. دكتور على هذه ال for your أظن nice presentation. Now we move to some question. إن شاء الله البرزنتيشن واضح يعني. المجهورة في اليد. إن شاء الله البرزنتيشن يكون واضح. In Arabic or in English. Okay. I hope the presentation is clear. I tried my best to make it in Arabic and English. I don't know if I succeeded in doing it in Arabic because I've been doing it in English in the past. I hope I deliver the message. Any questions, please? If you have no question, I will ask questions. No, I have two questions for you, doctor. Okay, sure. Doctor, في مشاريعكم في جامعة قطر. جامعة حمد الخليفة. في جامعة خليفة. حمد هل الخليفة. تتعاملون مع المجتمع المدني في إقامة مشاريع خاصة بالأمن السيبراني؟ بالنسبة للأمن السيبراني طبعا عندنا احنا مشاريع مع